عم نحكي عن الجسد وصورة الجسد والمجتمع وجسم المرأة. المجتمع لما تكوني أنت بمجتمع بيطلعوا فيك الناس شو بيقولوا؟ ضعيفة. وانت كيف بتشوفي حالك؟ حسب، هلا وقتها بتطلع على حالي على المرايه وبشوف حالي اني زدت وزن، ايه اكيد زدت، فبدي اعمل نظام غذائي معين تارجع ارجع وزني اللي كان، لانه انا عندي تارجت معين. انت بتعملي عندك هوس النحافه لاي سبب؟ لكون لا انا يعني اتقبل حالي كرمال اقدر افرض وجودي بالمجتمع، اذا انا ماني مرتاحه مع نفسي بشكلي الخارجي والداخلي ما في اقدر افرض حالي. ولا حتى المجتمع فيه يتقبلني. قد ايه طولك وقد ايه وزنك؟ طولي 1.69 ووزني هلا 56، بدي يصير 55، يعني كيلو. ليه انزل كيلو؟ يعني لا بدي انزل كيلو، هلا انصحت. ايه؟ بدي انزل لل 55، خاصة هلا يعني بعد الصيفية، بتعرف انه كل بنت بدها تكون على البحر حلوة وجسمها مثل ما هي بدها، يعني مش مثلا فوت على الصيفية زايدة وزن، جسمي بلش شوي شطشط وهيك، انا ما بحب. يعني بفهم من كلامك بدك تضعفي بشكل اساسي هلا بهالمرحلة تا انا اكون مرتاحة بجسمي وسبيسيال مو بالمايو قدام الناس. مثل هيجس كثير من السيدات قبل الموسم الصيفي بكم شهر ببلش ستريس المايو وستريس البحر. صحيح. لازم بلش السيده والصبيه تهتم بجسمها. مزبوط. اذا لبست المايو اليوم مع هيدا الكيلو اللي بالزايد وقفتي على المرايه شو بتشوفي؟ بشوف انه عندي شويه كيرفز زياده هون او يعني محلات معينه ما بتعجبني، فبشتغل انه نزل ارجع على الشيب اللي انا بدي. ليه لا؟ في مايو معين براسك بدك تلبسيه؟ كل المايوات يلي عندي بديهم كلهم يزبطوا مثل ما انا بدي. يمكن في عالم غيري بتحب تكون ناصحه، انا لا. كرمالك او كرمال الغير؟ كرمالي انا لإلي بشكل كثير كبير ولغيري بشكل كثير هيك بسيط، انا يعني مثلا تا انه اعطيك اكزامبل، هذيك الصيفيه كانت على البحر، سمعت انتقادات انه جسمها كثير ضعيف مش حلو. ما يعني ما اخذت وعطيت، انا مبسوطه مع حالي مش انه ناصحه، جسمها كثير ضعيف مش حلو. هو قصه وزن فقط او قصه شيب ايضا؟ قصه شيب اكيد، قصه شيب. بتعمل سبور وبدك شيب معين، يعني معده مقسمه، ايد شوي شاده، منا عم بتهز، واجرين مشدودين، دريير شوي عاليه، ما في سيلوليت، وهيدا هو بدي اياه. لا تكوني جاهزه؟ لا أكون جاهزة على البحر. برأيك لو صورة المرأة اللي منشوفها بوسائل الإعلام العالمية بالمجلات على التلفزيونات، صورة المرأة اللي فعلاً بتكون بالميول ضعيفة اللي عن جد أجزاء من جسمها بيكون واضحين أكثر، لو كانت هيدي المرأة غير صورة منشوفها من نحنا وصغار، ما كانت غيرت يمكن بالنسبة إليك نظرتك لجسم المثالي اللي أنت بدك إياه؟ أنا مثلاً علي وقت أشوف هيدي الفاشن آيكون مثلاً، إذا عجبني شي فيها أنا بدي إياه بحطها موتيفيشن براسي يكون مثلها أكيد. كون مثل هالشيب مثلا، اذا شفت مثلا معدتها مشدوده كثير هيدي بتبقى تارجت الي، يعني بتطلع عليها كل وقت انا بدي اوصل لذات الشيء. شكرا لك. اذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناه مالك مكتبي الرسميه، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بيصدر على القناه، تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.